السلام عليكم اخواتي اخواني متابعي قناه صحه غذائي. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا وجبه جديده وهي وجبه معروفه في الثقافه الشعبيه المغربيه وهي وجبه الحبق او الحبق، وهي التي امامنا دائما هي على شكل شجيره صغيره ودائمه الخضيرات والسنة، كما انها تتميز برائحه عطريه، رائحه زكيه قويه جدا. سببها وهو ان هذه العشبه تحتوي على ماده تسمى ماده الميتيل سينامات. هذه الماده هي التي تعطي هذه القوه في الرائحه العطريه. الحبق هي عشبه مخضره دائما، كما ان اوراقها تكون بهذا الشكل هذا التي ترون، ولا ازهار بيضاء بهذا الشكل، ولا يجب الخلط بين الريحان والحبق. فالحبق هو نوع من انواع الريحان. الريحان يمكن التعريف ديالو في قاموس اللغه العربيه هو كل عشبه او كل نبته لها عطر، فهي تعتبر من الريحان. لذلك فعشبه الريحان عشبه الحبق فهي ليست بريحان، الريحان اوراقه تشبه اوراق الزيتون. كما ان الاستعمالات والاستخدامات لعشبه الحبق تكون في ثلاث مجالات، من التزيين كما ترون الان فهي تعتبر التزيين، وكذلك في الطبخ حيث يمكن ان نطبخ بهذه العشبه، وكذلك فيما يخص العلاج. كما انها عشبه قديمه جدا منذ 5000 سنه فهي موجوده، كما ان تستعمل في اوروبا في الطبخ وخاصه المطبخ الايطالي، وكذلك في جنوب شرق اسيا مثل اندونيسيا وماليزيا وتايلاند الى غير ذلك من الدول الاسيويه. اما في الثقافة الشعبية المغربية فنلاحظ أن هذه العشبة عشبة الحبق فهي تستعمل فقط كتزيين في السطوح أو النوافذ، وكذلك لتخلص بعض الحشرات كالبعوض مثلا. كما أن في الثقافة الشعبية القديمة كانت تستعمل في الأعراس لتزيين العروس، حيث توضع باقة من هذه العشبة على رأسها، وكذلك للتعطر بها. ثم ان شاء الله سنتعرف او سنكتشف في هذا الفيديو عن الفوائد، وهي فوائد كثيره لهذه العشبه، فوائدها العلاجيه والطبيه والوقائيه، كذلك سنتعرف ان شاء الله على مضارها اي مساوئها، وكذلك اثارها الجانبيه السلبيه عند الافراط في استهلاكها، وهذا ما سنراه ان شاء الله بعد قليل. اذا فمع السؤال الثاني، ما هي فوائد الحبق او الحبق دي باسيل او دو بازيليك الفرنسيه؟ من هذه الفوائد انه يقتل الجراثيم والبكتيريا في الجسم، كما انه يساعد على منع انتشار الخلايا السرطانيه في الجسم، وبالتالي يحد من خطر الاصابه بمرض السرطان. كما انه يعتبر من الاعشاب الهامه لصحه القلب، اذ يحميه من الامراض المختلفه التي تصيبه مثل الذبحة القلبية وتصلب الشرايين والخفقان في حالات الهستيريا وغيرها. والسبب هو احتوائه على مواد مضادة للأكسدة. كما أنه يستخدم في تخفيف احمرار وتهيج البشرة لمن يعاني من هذا المشكل، ويمكن استخدامه بوضع 3 ملاعق كبيرة من أوراق الحبق الطازج وكوب من الماء المغلي وملعقة كبيرة من زيت السمسم أي الزنجلان في وعاء، وخلط الكل بالخلاطة التي نخلط بها طبعا الفواكه من اجل العصير، ثم ترك الخليط جانبا لمده 5 دقائق، وبعدها تطبيق هذا الخليط على البشره وتدليكها جيدا. كذلك يحد من الغثيان والقيء طبعا، ويمكن استخدامه في بوضع ملعقه صغيره من العناصر التاليه: العسل الطبيعي والزنجبيل المطحون في كوب من عصير الحبق، اي مجموعه كميه من الاوراق الخاصة بالحبق، وكذلك الخلط الكل بالخلاطة ثم الشرب الخليط مرتين يوميا. كما أنه يحافظ على صحة الجهاز التنفسي، كما يقلل من التهاب الشعاب الهوائية، ويمكن استخدامه بوضع ملعقة صغيرة من كل من الزنجبيل والعسل في كوب من أوراق الحبق والحبق، وخلط الكل بالخلاطة ثم الشرب الخليط مرة واحدة يوميا. كما يساهم كذلك في علاج مشاكل الشعر المختلفة والتي تتمثل في التقصف، يعني الشعر يكون قصير والتساقط،
وغيرها من المشاكل الخاصه بالشعر، ويمكن استخدامه بوضعيه نصف كوب من الحبق المفروم ناعما، المفروم ناعما، وكوب من زيت الخروع في وعاء، وخلط الكل بالخلاطه ثم تطبيق هذا الخليط على الشعر وتركه لمده 8 ساعات على الاقل، وبعدها غسله بالماء. هذا فيما يخص حمايه الشعر وتقويته، كما انه يقلل احتماليه الاصابه بالانفلونزا والرشح يعني الزكام، كما يقوم بازاله البلغم المتراكم في الحلق، ويمكن استخدامه بشرب كوب من منقوعه يوميا. المنقوع وهو وضع كميه قليله من الاوراق في الماء وتركها لمده 5 الى 7 ساعات، وكذلك يساهم في تهدئه وارتخاء الاعصاب، وبالتالي يحسن من المزاج العام. كذلك يذيب الحصى المتراكم او الحصوات المتراكمه في الكلى، ويمكن استخدامه بوضع ملعقه صغيره من العسل الطبيعي بداخل كوب من اوراق الحبق، والخلط وخلط الكل بالخلاطه ثم شرب هذا الخليط مرتين يوميا. كما انه له فوائد على القشره والفطريات الموجوده على فروه الراس، ويمكن استخدامه بوضع ملعقه كبيره من الحبق المطحون وثلاث ملاعق كبيره من زيت جوز الهند المعروف، فصورته سأضعها جانبا بجانبي، وخلط الكل بالخلاطه ثم تطبيق الخليط على فروه الراس وتدليكها لمده 10 دقائق، وبعدها غسل الشعر بالماء، فهو مفيد لهذا النوع من المشاكل الخاصه بالشعر. كما يحافظ على صحه الجهاز المناعي، وهذا هو المهم، لانه يقينا ويحفظنا من الامراض، وكذلك يخفف من الام المعده، ويمكن استخدامه بوضع ملعقه صغيره من الحبق المطحون بداخل كوب من الماء، وخلط الكل بالخلاطة ثم شرب الخليط مرتين يوميا. وكذلك ينظف البشرة من السموم، ينظف البشرة من السموم والرؤوس السوداء التي تظهر على الوجه، ويمكن استخدامه بوضع ملعقة كبيرة من الحبق المطحون كما قلنا، وزلال بيضاء، زلال بيضاء أي غير الصفار البيض، نأخذ زلال البيضاء أي المادة البيضاء في البيض في وعاء، وخلط الكل بخلاطة ثم تطبيق هذا الخليط على جميع أنحاء البشرة وتركه لمدة 20 دقيقة على الأقل، وبعدها غسلها بالماء بالطبع. كما أنه يساهم في التخلص من رائحة الفم غير المستحبة، وذلك مضغ بعض أوراقه الطازجة أو الغرغرة بمنقوعه يوميا، كما أنه يعالج أمراض العين المختلفة مثل الضمور البقعي والماء البيضاء والمياه البيضاء والماء البيضاء وغيرها، ويخفض حرارة الجسم المرتفعة، وذلك من خلال شرب منقوع الحبق يوميا. كما أنه يعالج آلام الرأس، ويمكن استخدامه بوضع حفنة من أوراق الحبق الطازجة بداخل في وعاء، ثم إضافة كوبين من الماء المغلي إليها، ثم تغطية الرأس بمنشفة أي فوطة جافة واستنشاق الهواء. كما أنه يحافظ على صحة الأسنان، كما يعالج التهابات اللثة، ويمكن استخدامه بوضع ملعقة صغيرة من كل من زيت الخردل والحبق الطازج المفروم ناعما، وخلط الكل بالخلاطة ثم تطبيق الخليط على الأسنان وتركه لمدة 5 دقائق، وبعدها غسلها بالماء. الآن رأينا هذه بعض الفوائد لهذه العشبة المعروفة والمشهورة، والتي نزين بها السطوح وكذلك النوافذ، ولكن استعمالها قليل جدا للأسف. أما أضرار الآن سنرى في السؤال الثالث، وهي ما هي أضرار الحبق على الصحة؟ لا يشكل خطرا عندما يؤخذ عن طريق الفم بكميات طبيعية التي يمكن أن توجد في الطعام، أي استعمال كمية معقولة من أوراقه، كما نضعه مثلا في الشاي أو في الطاي إلى غير ذلك، فهي لا تشكل خطرا على صحة الإنسان. ولكن عندما يستعمل عليها دواء أو مكملات غذائية في هذه الحالة سيصبح مركزا، أو تناوله بكمية علاجية كبيرة، فإن أضرار الحبق أو الحبق في تلك الحالات يمكن أن تشمل ما يلي: يمكن أن يسبب الحبق انخفاض في سكري الدم، كما أنه عند تناول الحبق أو زيته بكمية كبيرة عن طريق الفم على المدى الطويل، فقد يحتوي على مادة الأستراجول، فهي مادة سامة وهي مادة كيميائية قد تزيد من خطر سرطان الكبد. كما أن الكمية الطبية والمكملات من الحبق غير آمنة للنساء المرضعات والحوامل، فعليهن تجنب هذه المواد المصنوعة من الحبق المركز. قد يسبب زيت الحبق زيادة النزيف لدى من يعاني من سيولة الدم، حيث أن له تأثير مضاد للتخثر، وكذلك قد تسبب مستخلصات الحبق انخفاض ضغط الدم بشكل كبير لدى من يعاني منه في الأساس.
يجب التوقف عن استخدام الحبق قبل أي جراحة بأسبوعين على الأقل، حيث أنه قد يبطئ من وقف النزيف والتئام الجرم. كما لا ينصح بتناوله للمرأة الحامل، إذ يؤدي إلى احتمالية إصابتها بالعديد من الأمراض. لا يفضل إعطاؤه لمولودين حديثا، والسبب احتوائه على زيوت الطيارة والتي يمكن أن تسبب بعض الأمراض الخطيرة له. إذا هذه هي بعض الأشياء التي أو الآثار الجانبية لاستعمالات واستخدامات هذه العشبة التي هي الحبق. وشكرا على متابعتكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه، وأتمنى لكم الإفادة والاستفادة، وإلى عشبة جديدة في مناسبة جديدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.